قادر يشتغل دايما في اي ظروف صعبه. اسم كبير في التدريب المصري، الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال. يا كابتن علاء صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الخير يا كابتن كريم، اهلا بيك. دايما مشرفني ومنورني، والنهارده نقطه مهمه اعتقد من الاتحاد السكندري. اكيد طبعا نقطه مهمه مع فريق كبير زي الاتحاد في ملعبه وسط جمهوره، وظروف صعبه قابلتنا في المباراه، من ان احنا اتطرد من زي في نهايه الشوط الاول. صحيح. والنتيجه 1-0 للاتحاد، ان احنا نرجع تاني ونقدر نحافظ على نتيجه التعادل وطوال الشوط الثاني، ده يحسب للاعبين اللي كانوا على مستوى المسؤوليه النهارده الحمد لله. صحيح، الاداء النهارده كمان كان اداء رجولي، دفاعيا كمان كابتن علاء عبد العال كان باين، يعني انت قادر تدافع بشكل كويس، وكمان كان عندك رد فعل هجومي بشكل محترم. الحمد لله، يعني احنا يمكن بدانا المباراه بشكل كويس والله كابتن كريم، وكنا فرصنا اخطر، وصلنا لمرمى الاتحاد. صح. صح. لغايه اما جه الهدف بتاع ميسي احمد عادل. على عكس سر المباراه دي صعبت الامور شويه. انما يحسب ان احنا قدرنا نرجع تاني وبشكل متوازن، ورغم النقص العددي قدرنا نتحكم في 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 رتم المباراه دفاعيا حتى على الاقل، وده كان شيء طبيعي يعني. طيب الظروف في اس كومباني ما كانتش عظيمه من بدايه الموسم، انت استلمت مهمه ثقيله جدا وبدات الامور تتحسن مباراه بعد الاخرى، متفائل حاسس ان الامور تقدر تكمل بيها للاخر وتقدر تنقذ ايستن كومباني من منطقه صعبه جدا، منطقه الهبوط؟ باذن الله، لان يعني فعلا الامور كانت صعبه. يمكن المجلس كله يعلم طبعا، بس المهندس ناصر عبد العزيز اول ما مسكت ان كواليتي اللاعبين مش هو اللي يتناسب مع شغلي او كده، وانتظرنا فتره يناير، وبالامانه كل الشكر ليهم، تجاوبوا معايا لدرجه ان احنا قدرنا ان احنا نغير اكثر من 17 لاعب في الفتره دي، وفتره قصيره جدا. صح. انما حصل انسجام بسرعه، ويمكن دي بانت كمان في مباراه كاس الرابطه، تعادل مع بيراميدز وفوز على المصري، والنهارده بنكملها بالتعادل خارج ملعبنا مع الاتحاد. فاعتقد الموقف صعب مش سهل، انما متفائلين بالمجموعه اللعيبه اللي موجوده، متفائلين بدعم مجلس الاداره، متفائلين بالروح القتاليه اللي هنخوض بها كل مباراتنا للفتره اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال، مدير فني الفريق اسا كومباني، بعد التعادل ايجابيا اليوم مع الاتحاد السكندري 1-1.